اظن انا بقى كده كفاءه و100 100 اخر 14 حاجه يا قمر. جبت كده في الحته النظيفه دي عشان ما اطلعلكيش في الشقه وتقفش عليا تاني زي المره اللي فاتت. ابن اصولي يا عزوز، بس ايه العباره؟ يعني مخرجني ومقعدني في حته غاليه؟ ما اللي احنا هنقوله هنا كنا قلناه بالليل في الكباريه. لا بقى يا عنيا، انا مش نافعني كلام التخاطيف اللي عمال يمط زي الاستك رايح جاي ده. انا جبتك هنا حبه قلبي عشان اقطع واسيح. انا مش مستريحه لك يا عزوز، عايز ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده يا حبيبتي، انا رايدك على سنه الله ورسوله، وانا رحلت لا مره ولا حي. يعني انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس. وانا بقى الجواز النمره كام بالصلاه على النبي؟ الله، هو بالنمره نجمه مصر؟ ولو بالنمره انا هريحك، انت النمره الاخرانيه اللي مفيش بعديها. وقلت الكلام بقى الحلو ده لكم واحده قبلي يا زيزو؟ الله الله الله، زيزو يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. طالما قلت زيزو خلاص ده باسم الدلع، والدلع ده علامة الرضا زيه زي السكوت بالظبط. وانت بقى يا حبيبتي لا في لا قبلك ولا بعدك، انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي. يعني جاهز جاهز وقتي؟ يبقى قبل كاتب الكتاب انا ليا طلبين من العين دي ومن العين دي، طلب من دي وطلب من دي. الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب عليا، وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها. خلاص يبقى هو كده قفل عداده معانا، الليله اخر نمره ليه في المحل. لا لا لا، مش للدرجه دي، انا برضو ما احبش قطع العيش. ده غير ان هو اللي بيسخن الصاله والزباين، انا عايزاك بس تقرصها له. بس كده عيني انت تؤمر يا قمر، ده انا هخرمها له وعلق له فيها حلق كمان. غمض العين دي واديني التانية. اهو الطلب التاني، انا عايزك تأمن لي مستقبلي وتكتب لي نص الكباريه. نص ايه؟ مالك وشك قلب كده زي اللي عنده كلب في الزحمه؟ ايه نص الكباريه؟ هو انا مش هشاركك في عيشتك يبقى كله شرك؟ واكتب لك ليه يا ناني؟ الله يا بنت الحلال، لما هنتجوز هيبقى كله ملكك وبتاعك، ده انا نفسي بشحمي ولحمي هبقى بتاعك. ننصص ليه يا ناني؟ اللي اوله شرط اخره كشاف يا عنيا، وده شرطي. وقت ما تبقى جاهز وتقول امين اقول لك زوجتك نفسي. سلام يا زيزو.